ويا مساء النور والسرور على جميع مشاهدين ومشاهدات برنامج سيدتي. أما الآن فاسمحوا لي أبدأ معكم بالعناوين. في سيدتي اليوم، بمعايير غريبة نوف سليمان تستوحي قطعا من التراث العربي وتبدع فيه. تحت مبرر العصبية، أزواجا يشوهون حياتهم الزوجية بالشتائم والإهانات، والمختصون يتحدثون عن تأثيرها النفسي. الدكتور نزار بهبري لسيدتي، بعيدا عن المبالغة أو التجاهل، هذه مؤشرات المرض الحقيقية حين يصيب الإنسان. تعلم التنفس بطريقة سليمة لتحصل على الفائدة القصوى من الحركة اليومية وممارسة الرياضة. في فقرة سيدتي الفنية، الفنان بدر الفهد يشاركنا أحاسيسه. أما الآن خلوني أمسي على زميلاتي بجدة، يسعد مساكم. ومساك يا مشاعر، ومساء كل اللي قاعدين يتابعونا من خلال شاشة روتانا الخليجية بحلقة جديدة من برنامج سيدتي. طبعا قبل ما نشوف إيمان إيش مجهزت لنا وإيش عندها جديد ليوم الخميس، خلينا نمسي عليها ونقولها يا مساء الخير يا إيمان. يا مساء الخير يا أسرار، ويا مساء الخير أكيد لكل اللي بيتابعونا. واليوم يا أسرار من الأيام العالمية اللي حنحتفل أو الواحد يقدر يحتفل فيها أنك تاكل أي شيء نفسك فيه. والمفروض اليوم كمان خميس الونيس، وطبعا العيد عيدين، بس المفروض اليوم تحتفلوا زي ما تبغوا وتاكلوا أي شيء نفسكم فيه بس اليوم. خلونا نشوف التقرير عن هذا الموضوع ونرجع لكم. يحتفل العالم اليوم في 11 من شهر مايو باليوم العالمي لأكل ما تريد دون الالتفات إلى عدد السعرات الحرارية. يأتي هذا اليوم تحت إطار إسعاد النفس، حيث ثبت أن الأكل اللذيذ له تأثيراً إيجابياً على نفسية الإنسان. سيدتي، استفيدي من هذا اليوم وكلي ما لذ وطاب، وإياك والتفكير في الرجيم لأن سعادتك أهم من بعض السعرات الحرارية التي بإمكانك خسارتها لاحقاً. رجعنا لكم متابعينا من بعد الفاصل. في هذه الفقرة رح نتكلم على موضوع جدا مهم، وهذا الموضوع يعني بيعيشه كثير من الأزواج، واللي هو بيكون في الحياة الزوجية كثير من الشتائم، كثير من الإهانات اللفظية. هذا الشيء بيصير إيوة في الحياة الزوجية، وهذا واقع مؤلم جدا، لكن ما نقدر ننكر أنه هذا الواقع اليوم كثير من الأزواج بيعيشونه، وبيكون جدا حساس خصوصا إذا كان في بين الأزواج هذولا أبناء ويشوفون هذه الشتائم ويسمعونها. هنا الموضوع أتوقع بيكون جدا حساس فعلا يا أسرار. واليوم راح نحكي التأثير السلبي لهذا الموضوع والتأثير النفسي لهذا الموضوع وأبعاد هذا الموضوع أكيد بالمشاعر اللي راح يحسوها الزوج أو الزوجة، وكيف ممكن تبدأ هذه الأشياء. هذا الموضوع كل اللي حنتكلم فيه اليوم مع المستشار النفسي أستاذ خالد سندي اللي منورنا. يا هلا فيك من جديد أستاذ خالد. شكرا إيمان. أسرار أستاذ خالد، اليوم نتكلم على موضوع من المواضيع الحساسة عندنا اللي هي الاحترام بين الزوجين. يعني من جد احيانا بيكون اوكي الاثنين عندهم انفعال، ويكون الاثنين مره معصبين، ويكون عندهم حاله من الاهانات والشتائم بسبب لحظه غضب واحده. فلازم نعرف اليوم نبغى نخلي لغه الاحترام، نبغى نعرف اسس لغه الاحترام، كيف نقدر نبداها؟ طيب خليني اقول اول شيء، الحياه الزوجيه قائمه على وجود شعورين اساسيين عند الزوجين. الشعور بالحب، إنه في أحد يحبني وأنا أحبه، والشعور الآخر بالأمان. هل في احترام؟ أيوة. عنصر الأمان في حد ذاته واحد من أهم مكونات شعوري بالأمان، إني أعتقد إنه شريكي يحترمني وأنا أبادله هذا الاحترام. يوم ما يروح عنصر الاحترام
يتم الإخلال بعنصر الأمان، وبالتالي ما أشعر أنه الحياة الزوجية دي تساعدني على النمو، تساعدني على أني أكون في حالة من الإطمئنان والاسترخاء والرغبة في أني أطور العلاقة. يصير الأمان جزء مهم جدا منه عنصر الاحترام بين الزوجين، والإقلال بي أو الخلل بي يؤدي إلى الخلل بعنصر الأمان في الحياة الزوجية. صحيح. لكن إيش ممكن تكون الأسباب أستاذ خالد اللي ممكن تقلل من هذا الاحترام، الأسباب اللي ممكن تدخل سب أو إهانة لفظية بين الأزواج؟ عشان نوصل للعنف اللفظي، السب، الإهانة، إطلاق الأسماء على بعض تعتبر من العنف اللفظي بين الأزواج، والعنف اللفظي بين الأزواج هدفه إما التقليل من احترام الآخر، إما السيطرة على الآخر، أو زي ما نقول تكسير عناصر الشخصية عند الطرف الآخر. في سببين لازم التفريق بيناتهم بصورة رئيسية وجوهرية. واحد، الانفعال العاطفي. الزوجين اختلفوا، قالت له كلمة، قال لها كلمة، صرخت، زعقت، صرخ، زعق، سبوا بعض. يحصل نفقد أعصابنا زي ما تفضلت في البداية، يحصل الموضوع ده. هذا نوع لازم نفرقه تماما عن النوع الثاني اللي يستخدم الألفاظ والسب بصورة مسستمة، يعني فيها سيستم، فيها نظام، عشان فعليا أستطيع تكسير الطرف الآخر، تكسير الموانع النفسية، تكسير الموانع الشخصية، ويصبح الشريك بعد فترة منعدم الوجود أمام شريكه. تحطيم، يعني التحطيم. النوع اللي فيه تحطيم، هذا النوع التحطيم الممنهج، إيمان، الممنهج، بمعنى أنه الشريك بيستخدمه بصورة منهجية مرسومة دائما، أخطر نفسيا. العنصر الأولاني عنصر تفاعل، ضربنا، زعلنا، قلنا كلمتين بس بعد كده رضينا وتصالحنا وسامحيني. بس برضو أستاذ خالد ما يكون فيها كمان على قولتهم رواسب نفسية بداخل الواحد، يعني اللي يصير مرة حيصير 20 مرة. لا شك، ولكن حتى الرواسب النفسية ممكن أنه نتجاوزها إذا كان الموضوع موضوع تلقائي، يعني حصل اختلفنا وضربنا وانتهينا. الآخر أخطر بكثير إيمان، لأنه ممنهج، لأنه مرسوم بخطة تؤدي إلى تحطيم الطرف الثاني، وهنا تكون الأعراض النفسية أسوأ. وتعرف إيش المصيبة الأكثر؟ أنه في أشخاص من الأشخاص اللي بنتكلم عنهم اليوم أو هذه الفئة بالذات تقول لك تحمد ربها أنه أنا بس بطريقة ألفاظ وكلام، تحمد ربها أنه ما هو عنف جسدي، هم شايفين أنه هم متمنين على غيرهم، أنه تحمد ربها أن أنا ما مدت يدي. يعني الواحد ايش ممكن يقول؟ هذا خلل مجتمعي. في بعض المجتمعات اسباب العنف لما درسوها التقوا انه في بعض المجتمعات العنف يزيد، في بعض العنف موجود في كل المجتمعات. بعض المجتمعات العنف ضد المراه وضد الطفل وضد من هم اقل يزيد، والسبب انه في اعتراف ضمني في المجتمع بقبول هذا العنف. لما تروح البنت او المراه تشتكي للابو، للاخو، للعم، للخال، ويقول لها بس يعني بس قال لك الكلمتين دي، لا، الكلمتين دي هي بدايه الطريق. كل انواع العنف تجي متتابعه، قد تبدا تحملي، خلي المركب تمشي. أيوة. هذه الاشياء كلها تخلي الزوج يتمادى اكثر واكثر لين ما توصل لعنف جسدي. لعنف جسدي وعنف، يعني انواع العنف كثيره، عنف جسدي، عنف في العلاقه الجنسيه، عنف اقتصادي، عنف نفسي ممارس. ولا شك يعني كمان كلمه مهمه انه مش فقط من الرجل للمرأة، في حتى بعض النساء طبعاً ضد الرجال طبعاً. بس أستاذ خالد المشكلة وين؟ المشكلة أنه دائماً بتعلق الشماعة على أنه أصلي كنت معصب، معليش عشان أنا متضايقة، معليش عشان أنا مثلاً ممكن لو من الزوج تقول له أنا في فترة حمل، أنا نفسيتي تعبانة، لو الزوج أنا عندي ضغوط في العمل، أنا بجيب عشان أصرف عليك وعلى عيالك، فأنا معليش كنت متضايق وطلعت مني كلمة كده. بس فترة الحمل لما يا أسرار ترى تدخل في، بس ما توصلها أنه هي تكون شماعة. العذار حلوة، العذار لا بس حقيقة هرمونات، يعني الاحترام احترام، ما توصلها انه هي توصل لمرحلة سب وتوصل لألفاظ ما هي كويسة. أيوة، مهما كان لا عصبية ولا في اي اعذار ممكن تمحي هذا الشيء. صح استاذ خالد؟ احنا نقدر نقول المرأة لا شك قبل الدورة الشهرية عندها خربطة هرمونات، لازم نعترف بالموضوع ده. المرأة في حالة الحمل عندها خربطة هرمونات، لازم نعترف بالموضوع ده. بعد الولادة عندها خربطة هرمونات، لازم نعترف في الموضوع ده. طول حياتها طول حياتها لا ولسه كمان، وقبل انقطاع الدورة الشهرية عندها خربطة هرمونات. خربطة الهرمونات موضوع علمي لابد انه يؤخذ في الحسبان، ولكنه
كمان المرأة تستطيع أنها تتعود على موضوع الدورة الشهرية وتسيطر على عواملها. الرجل ممكن يكون جاي في بلد حار زي السعودية، درجة الحرارة توصل إلى 50 درجة، من الخارج تعبان معصب، ولكن يستطيع أن يسيطر على أعصابه. العصبية موضوع نستطيع أن نسيطر عليه. ما هي سبب العصبية؟ حالة، وكونها حالة أستطيع أن أسيطر عليها. في لها أسباب، في لها عندنا شيء اسمه إدارة الغضب، نأخذ دورات في إدارة الغضب. إذا أنا إنسان أغضب وأصرخ وأزعق وأسب، لا، أنا أحتاج إلى دورة في إدارة غضبي. أعرف أني لا راجع البيت، إذا عندي حالة من التوتر قبل ما أوصل البيت أمارس آليات معينة من التنفس والاسترخاء عشان أقلل حالة التوتر، يصير ما أخش بهجوم على المنزل ضد الزوجة ضد الأبناء أو الزوجة في وقت الدورة قبل الدورة. واللي يخليك أن تسيطر على العصبية هذه مثلا ما تقدر تطلعها على مديرك، ما تقدر تطلعها مع أصحابك، تجي على الغلبانة هذه وتطلع عليها عصبيتك، تخليك كمان الحلقة تحترمها. الأضعف دائما بالضبط. الحلقة الأضعف. لو تعرف كمان من الأشياء المحزنة جدا أستاذ خالد أنه أغلب الرجال يقول لك يعني في النهاية هذا أنا عجبك عجبك، ما عجبك روحي بيت أهلك. هذه الكلمة المعروفة، هذه أنا، تقبليني زي ما أنا، يعني واحدة من الأشياء اللي تعور القلب فعلا. بس اليوم لما نعرف المرأة في يدها حل، هل في حل فعلا لهذا الموضوع؟ سواء كان الرجل هو الإنسان العصبي أو هو القائم بالشتائم أو كانت المرأة، الطرف الآخر اللي هو الضحية في هذا الموضوع، هل يتعايش مع الموضوع أم هو يغير، أو إيش الطريقة العلمية الصحيحة؟ ححط الفرقين الأساسيين اللي قلنا، في انفعال عاطفي. إذن طالما في انفعال عاطفي، يعني تضاربنا زعلنا من بعض صوتنا عالي، نقدر نضع آليات، في مهارات يمكن للإنسان أن يتعلمها. الخطأ يعني عندي مهارة ناقصة، إذا تعلمت المهارة دي أقوم أستطيع أني أواجه الخطأ اللي بأسويه. ما بنعرف نتكلم، بنعصب من بعض، بنتضارب، لا، نعرف نعلمكم مهارات أخرى تستطيعوا أنكم تسيطروا، تعرفوا المشاكل وهي جاية، آلات أو مؤشرات المشاكل، ونوقف. والله بدأت المشكلة، كيف ممكن نوقف، كيف ممكن نسيطر على أعصابنا. إدارة الغضب واحدة في الأشياء المهمة. الإشكالية إذا كان الغضب واحدة من إشارات خلل في شخصية الشريك. لما يكون الاستخدام الإساءة إلى الشريك ممنهج، قد يشير إلى وجود حالة أعمق تحتاج إلى علاج نفسي. أنا من طفولته، الطفولة، في العلاقة مع الوالدين، في نظرته وقناعاته لنفسه، في طريقة نظرته إلى شريك الحياة. للأسف أحيانا في نظرة دونية، يعني أنت مرأة، أنت بذرة، فهو عنده نوع من النجسية. أنت مين فعلا؟ قد لا تكون ولا شيء. اليوم تصديقا لكلامك، في واحدة من الجلسات في الصباح كان فعلا الزوجة مو الزوجة بتستخدم نفس اللفظ، أنا أخذتني كده من بيت أهلي، تبغاني كده أهلا وسهلا، ما تبغاني سنة كده، ما تبغاني كده ردني على بيت أهلي. هذه ما تفتح يعني مجال، هي ما عندها تفاهم أصلا، هذه ما تفتح مجال للحوار حتى في الاستشارات. يعني في داخل غرفة الاستشارات إذا ما كان في نوع من المرونة في التعامل، then لما نوصل يا كده يا بلاشي، بس من النادر السيدات كده خلاص ننتهي. يعني وصلنا إلى مرحلة، طبعا من النادر الأكثر تكون من الرجل، ولكن للأسف حتى بعض السيدات ممكن تكون كده. بس ممكن كمان، أنا دائما أشوف أنه أغلب النساء اللي بيوصلوا لدي المرحلة يكون بدايتها سمعت دي كلمة من زوجها من قبل، فعشان كده بيصير عندها ردة فعل بتحاول ترد كرامتها. البنات أحس يعني ما عندنا الجرأة أساسا نحن نقدر نقول كده، بس يعني الجيل تغير. إيمان العنف يجر عنف في نظرية العنف، إنه في وقلة الاحترام تجر قلة احترام أكثر، يعني احترام تحترم. في نظرية العنف المتكرر، الأطفال اللي نشأوا في بيوت في عنف سواء جسدي لفظي نفسي، ينشأوا وعندهم قناعة تقول العنف هو الحل، السب هو الحل، الإهانة هي الحل. أو للأسف في بعض الأحيان يطلعوا منعدمي الشخصية تماما وتتقبل السب والشتم والضرب والإهانة. يقول لك أولادنا ما يتربوا إلا كده. بالضبط، عشان ما نوصل لهذه المرحلة، يعني أتوقع من وجهة نظري السؤال مرة مهم، من أول مرة غلط الزوج على الزوجة أو غلطة الزوجة على الزوج، إيش التصرف المناسب اللي ممكن يتصرفوه من غير ما يدخلوا أحد بينهم من أول مرة، عشان نحط حدود إنه ما يضيع الاحترام اللي بيننا. العنف والإساءة دائما تدريجية أسرار. ما في واحد يبدأ بالضرب على طول،
الموضوع دائما يبدا بإهانة بسيطة، بسيطة احنا مزحة جدا اللي نقولها، مزحة جدا يقوم يرميها بكلمة كده. إذا لم توضع الأسس للعلاقة مبكرا، مبكرا من متى؟ من أيام الخطوبة، من أيام الخطوبة الاحترام جزء أيام الخطوبة أساسي. أي حاجة حيقول لها عليها وأي حاجة حيقول لها عليها حيقول له طيب. هنا المشكلة أسرار إنه إحنا بنبدأ الاحترام جزء أساسي فعلا، لأنه الاحترام جزء من الأمان، فإذا بدأنا نخل بأي عنصر من عناصر الاحترام بين الزوجين إحنا بنخل بعنصر الأمان بيناتهم. من أول مقدمات الإهانة، من أول مقدمات العنف، من أول مقدمات الضرر النفسي حتى ما توصل لجسدي، نحتاج نوقف وقفة قوية، مو كلمتين عشان بس أوقفه، مو ما أبغى أوصل الموضوع لأبويا وأمي. طب إيش نسوي عشان هنا؟ ما ينتهي الموضوع. ممكن أجيب لك بس سيناريو صغير، يعني مثلاً حصل الموقف هذا بين رجل وخطيبته، وتكلمت تكلم معاها وكان على وشك إنه هو يغلط. مثلاً حقول لك مثال. أيوة. قال لها يا شيخ بلا غباء. كلمة في أيام الملكة أو أيام الخطوبة. وبعدين يقول انا والله ما قصدي، انا ما كان يعني قصدي. لا لحظه، لا كمان هي حتصير دمها ثقيل لو حتود ولا تحاسبه حتى على بلغباء بفكر في ذي الاشياء 100 مره. شكرا ليكي. وهنا بدايات المشكله. هل انا رجل محترم اقول لي انسانه احبها ابغى اتزوجها بلغباء، وهل الكلمه مقبوله من شخص محترم الى شخص محترم؟ لان لا حوقف عليها. ليه؟ مو لانه الكلمه كبيره، ولكن لانه ما يمكن ان ياتي بعدها ممكن يكون اكبر. اليوم بلا غباء، بكرة أنت غبية، بعضه أنت ما تفهمي، وفعلاً بعد أنت وأهلك كبيرة ويكبر الموضوع. ما تكون يعني الكلمة ما هي كبيرة، بس من جد إحنا اللي لازم نكبر نفسنا عشان ما حد يقدر يتخطانا. هي مش الكلمة أسرار بقدر الموقف. صح. الاحترام وانعدام الاحترام وليست الكلمة في حد ذاتها. صحيح. وطبعاً حيكون الحوار مش على الكلمة، مو أنك قلت لي بلا غباء، بقدر ما هو في احترام بيناتنا في التعامل، في تساوي. هل احنا متساويين ولا انت لك حقوق غير الحقوق اللي لي؟ بالضبط. يعني استاذ خالد دائما فقراتنا معاك جميله، وزي ما قلت بدايته احترام نهايته احترام. اذا فقد الاحترام فقدت باقي المشاعر كلها اكيد. لا شك. فاستاذ خالد سندي نورتنا اليوم في برنامج سيدتي، ونشكر حضورك معنا. شكرا اسراء. شكرا ايمان. متابعينا فقرات سيدتي باقي مستمره، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. بمعايير غريبة نوف سليمان تستوحي قطعا من التراث العربي وتبدع فيه. ومن موسم حفلات التخرج لنهاية العام، كاميرا سيدتي تأخذنا لحفل تخريج مدارس المملكة بالرياض. علم ونجاح، وبرعاية صاحب سمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبد الله المانع، والمشرف العام على المدارس الدكتور ناصر بن عبد العزيز، احتفلت مدارس المملكة بحفل تخريج 195 طالبا وطالبة. أعتقد أنهم سكروا بشكل جيد من المدارس بإشراف سعادة المدير العام المشرف عليها، وأعتقد أنه حقق والله الحمد معادلة جيدة، ونتمنى إن شاء الله لهذه المدارس التقدم والازدهار. يشهد لها عمرها المديد اللي مرت فيه. نعم. هذه شهادة لها، وأعتقد أنهم حققوا الحمد لله مستويات عالية نشكرهم عليها. وسعادة المدير العام ناصر نرجو له إن شاء الله الملحم، نتمنى له إن شاء الله دائم التوفيق، وأن يكمل المسيرة مع المدارس، وأن تكون المدارس يعني تحوي جميع الفعاليات التي ينشدها الوطن، الحكمة والاقتدار والثبات والاستمرار. هذه الدفعة 15 من المسار السعودي والثامنة من المسار الدولي. احتفلنا الليلة ب 97 طالب خريجين بإذن الله سيلتحقون بجامعات مرموقة وبجامعات عليا داخل المملكة وخارج المملكة. هم هؤلاء هم مستقبل هذا البلد، هم عماد هذا الوطن،
نفخر بهم ونفخر بإعدادهم الإعداد الجيد بالمهارات التي يحتاجها لسوق العمل والمهارات التي تحتاجها التعليم العالي، وبإذن الله أنهم مهيئون لذلك. وسط أجواء احتفالية قدم الطلاب أوبيرات المملكة في قلب العالم، وتخلل الحفل عدداً من اللوحات الوطنية ليعبروا الطلاب من خلالها عن اعتزازهم وحبهم للوطن، وكذلك لإظهار مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي. شعور لا يوصف برفقة الزملاء والأحبة، دافع لكي نساعد وطننا في نحو تحقيق رؤية 2030، بإذن الله نطمح لمزيد. هو شعور غريب أن الحين بدت مرحلة الجد ومرحلة يعني الرجولة، لازم كنا بغينا الحين ونمثل بالمستوى الأعلى اللي هو الجامعة واللي بعدها إن شاء الله. والله شرف لنا والحمد لله أنه شرفنا وحضر، وهذا بالعكس شيء راح يذكر إن شاء الله للأبد معي، يعني تبقى ذاكرة معي إن شاء الله. والله شعور لا يقدر بثمن، يوم فرحة راح نذكرها إلى وصول العمر 60 و70، نقولها لعيالنا إن شاء الله، وأمل الإخوان الخريجين بالتوفيق والمسرة والمحبة دوم إن شاء الله. الآن سنكون مع شابة سعودية صنعت العديد من القطع الغريبة والتي أحبت أن تستوحيها من جماليات التراث العربي، إلا أننا في سيدتي مع اقتراب الشهر الفضيل سنسلط الضوء معها على أبرز قطع مجموعتها لهذا الشهر. حياك معنا نوف سليمان. أهلا وسهلا. بداية أحب أعرف من وين استلهمتي الفكرة وكيف كانت بداياتك؟ والله أنا كنت معجبة، استلهمتها من فنانتين، بقجة ديزاين هدى البارودي، كانت تعجبني في ستايل الأثاث، كانت تتعامل مع الأنتيك وبنفس الوقت مع ديباج القماش، فصممت قطع وصلت للعالمية. كريستيان لابوتان نقلها نقلة أخرى لما اعتمد قطعها في صالوناته في البرانشز على مستوى العالم، فألهموني صراحة. أيضا ندى دبس تربت في أمريكا، تعاملت مع الأثاث المودرن لكن بالصدف العربي وبالعاج العربي باللمسة الدمشقية الجميلة، فأنا حسيت أني نفس اللاين نفس ستايل، فهذولا كإنتيرير ديزاينر أو كديزاينرز للأثاث استلهمت بعض الأفكار أو بعض الروح العربية ببصمة عالمية. طب هل هي كانت دراسة أم هواية؟ لا طبعا هواية أكيد، هو من يومي صغيرة وأنا في المجلات لما أمسك مجلة على طول قسم الديكور، وكنت أنتقد حتى المعد في الديكور، كنت يعني العدد إذا ما أعجبني أشوف من اللي أعده، فكانت لي نظرة وأنا صغيرة حتى في الديكور يعجبني، مو أي ديكور يعجبني ولا أي ستايل يعجبني، بس الحمد لله الحمد لله. طب كيف لقيتي، أنا أعرف أنك سويتي العديد من المعارض، كيف لقيتي الإقبال؟ الإقبال وإيش أكثر القطع اللي كان عليها الإقبال؟ الإقبال جميل جدا، القطع كانوا تعجبهم الإنارة، تعجبهم الأكسسوريز، كيف أنا حولت الوتريات إلى قطع أو صياني، مثل عندك صينية العود مثلا، كانت تعجبهم مثلا الكرسي، كانوا يسألوني إيش الكلام اللي مكتوب عليه وكنت أقول لا هذه حروف عربية، هي عبارة عن حروف مد وليست كلمة، مستوحى طبعا من الستايل الإنجليزي لو تشوفين الأرجل حقته، لكن بظهر ستايل عربي. عن الطاولات كانوا يسألوني it's a modern style لكن إيش هذا اللي عليها، كنت أقول هذا برضو من تراثنا، تراثنا السعودي، هي مادة تستخدم للأواني. صح. كانت الخوص أو طب أنا الحين أبغاك تشرحي لي كل قطعة بالتفصيل، لأنه قبل الهوى قلتي لي في شيء تصدري وفي شيء تستوردي. نعم تمام، لو تشرحي لي أكثر. أستورد هذه طبعا الكوشنز بالخط العربي اللي هي ليذر، هي عبارة عن جلديات طبعا، بحكم أنه للأسف ما تعاملت مع مصانع تطبع على الجلديات، أوكي، فعجبني هالستايل، ف
فحاولت أورد وأورد منه لوحات، أورد منه كوشنز بألوان وستايلات مختلفة. في أشياء أنا صممتها. زي إيش؟ طبعاً عندك هذا الكرسي. مرة جميل، هو مرة لفتني من يوم ما شفت. أيوة. خشب زان ستايل إنجليزي ببصمة شرقية. أيوة. أوكي. طاولات المودرن، طبعاً هذا بعض الأشياء الموجودة عندي. وحالياً على طلب كاستمر، أحد سيدات الأعمال طلبت مني أني أصمم لها إضاءة في اللونج حقها، فالحمد لله طلعت بهالكوليكشن. إيش يميز الإضاءة؟ اللي يميز الإضاءة الأكسسوريز المستخدم من تراثنا، وهي مرش العود اللي أنت مدخلتها مودرن مع أيوة شيء يعني عربي تراثي. وهذه برضو حازت على أعجاب كثيرين في دبي، مرة عجبتهم لأنها بمعايير أجنبية بستايل أجنبي لكن في لمسة شرقية نفس الوقت هاي كواليتي. تمام صحيح. طيب إيش أكثر شيء تحسي فيه على إقبال، أن أكثر أشياء يطلبونها منك الناس؟ Of course الكوشنز، الإضاءات والطاولات. طيب إيش الشيء اللي طلبوه منك حسيتيه شوي طلب غريب كذا، جاتك طلبية غريبة شوي ما كانت معتادة؟ طلبية الغريبة تصميم يعني غريب. طبعا أنا أتعامل بأصيصات الزرع، أنا أحب الزرع عموما، فحاولت برضو أدخل الأربي كاليغرافي على الزرع. فواحدة من الزباين قالت ممكن تدمجين لي بين الأربي كاليغرافي والتشاينيز كاليغرافي، فهذا كان طلب غريب بس حلو، حبيت الفكرة إنه ستايلين شرقيين مختلفين في قطعة واحدة. أي مرة جميل، قاعدة أتخيل إيه إيه ليتك إيه بصورته. أي جميل، بس هي لا كانت كاستمايز طلب خاص. أوكي. طيب إيش أكثر نوع من الحضارات أثر فيك من الحضارات العربية في تصاميمك؟ والله ما تقدري تقولي حضارة عربية، أنا معجبة في أي شيء شرقي. يعني لما أدخل البيت الحجازي تعجبني تفاصيله، لما أدخل البيت الحساوي تعجبني تفاصيله، البيت النجدي في تفاصيل مختلفة، لما تروحي للتراث العثماني في تفاصيل تبهرك، التراث الدمشقي أو الشامي برضو نفس الشيء، فكلها روح جميلة يعني من الهند إلى المغرب العربي. يعني نقدر نقول أنك من كل بلد تأخذين شيء، تأخذين روح منها. نعم تمام. أي لأنه في دمك الفن فتتذوقينها بالأمور. عزيزتي شكراً. طيب وين كانت الصعوبة في هذا المجال؟ الصعوبة في المجال في فكر المتلقي، في الكاستمر. يعني الحمد لله من مشاركاتي الخارجية في المعارض لمست الناس اللي تقدر هالفن هالشيء هذا، لمست الحمد لله من رجال الأعمال وسيدات الأعمال، كانوا الداعم الأول لأي شاب سعودي أو شابة سعودية مقبلة. بالعكس يعطونك استشارات مجانية، يدعمونك، يقولون لك الصعوبات اللي مروا فيها، يعطونك شلون تتعاملين مع العملاء من هالنوعيات. فاستفدت صراحة. برضو الأجانب معجبين مغرمين بهالنوع من طبعا أكيد يحبوا الأشياء الشرقية. تمام. بالذات أن أشياء كمان هاي كواليتي، فهذا يدخلني السؤال أنه بالنسبة للسعر، فدائما احنا رابطين الهاي كواليتي بالسعر الغالي، فكيف الاسعار؟ انا ريزونبل في الموضوع هذا، ريزونبل يعني ما احاول اخذ ربح عالي لكن بنفس الوقت ما ابخس حقي ولا ابخس حق القطعه، لاني انا مركزه على الجوده ومركزه على التصميم الغريب الاثنين مع بعض. طب بالنسبة الحين احنا قربنا على موسم رمضان، هل في تصاميم معينة رمضان مسويتها؟ ايه طبعا، عندك دخلنا في المائدة، هذه مسويتها برضو كستمايز لأحد اللونجات في الرياض. الكونسبت حقهم تراثي مودرن، فصممت لهم هالأشياء. أنا مرة حابة فكرة على قولتك تراثي المودرن. طبعا إيه، ويمكن ليش أنا اللي ضايقني في تراثنا إنه كوبي وبيست صح كما كان في السابق. يعني هالشيء ممكن ما يعجب كل الفئات، لكن اللي يعجبني انه شلون انا اعطيه بمعايير اجنبيه بمعايير غربيه، يكون كذا في تيست. تمام. يعني انا يعجبوني الفرنسيين لما بدعوا في التراث المغربي، الفرنسيين ابهروني والاسبان ايضا، فتلقين معايير اوروبيه تفاصيل كثيره لكن دخلت اللمسه المغربيه بتفاصيل ناعمه وراقيه وجودة جميلة. ناف أحسك شاعرة من كثر ما أنت قاعدة تتغزلي بالقطع، من جد يعني حسيت أنا انغرمت فيها. حبيبتي ثانكيو. طب إيش عندك كلمة أو نصيحة للمرأة السعودية؟ والله عندي نصائح بس أختزلها في كلمتين. المرأة السعودية تحب التميز وتحب الإليجنسي، لكني شفت أنه الغالبية تركز على الجوليريز وعلى مثلا شنطة ليميتد إديشن مثلا. كلامك.
فلما أجي أسألهم صراحة منهم أقربائي، لما أجي أسألهم غرفتك محتاجة اهتمام، شقتك محتاجة اهتمام، لو تعدلي على صالوني، لو تعدلي على غرفتك، فتقول لا أنا أطلع مع صاحباتي، أنا أتقابل مع صاحباتي في المطاعم في الكافيهات، فمو لازم أهتم. فهذا أنا أحس أنه رقم واحد أنت لازم يعني مكانك اللي تنام فيه اللي ترتاح فيه، مو لازم ميزانيات عالية، بس زي ما تهتم بالفاشن برضو اهتم ببيتك، هذه واحدة. اثنين، للي حيسكنوا جديد أيضا أنا لاحظ فيه هابت عادة عند اللي يسكنوا يهتموا دائما في دور الضيافة، فأول شيء يتأثث المجلس صالونات الاستقبال، صحيح. وآخر شيء الغرف، أو إذا تأثثت الغرف تكون شيء مؤقت، لا أول شيء أنت غرفتك صالونك الخاص وغرف أبنائك مرة جدا مهمة، أماكن نجلس فيها أكثر. تمام، وتكون نفس الكواليتي ونفس الجودة اللي تسويها للضيوف، لا تهضم حقك مقابل الآخر. برضو في كلمة ثانية أوجهها أيضا للأزواج الكابلز، أن يكون في انسجام في التخطيط. يعني أنا ألاحظ خصوصا على القصور السكنية بحكم خبرتي أني أشرف على كذا قصر، ألقى الرجل الأعمال السعودي أو الأونر مهتم بمكتب هندسي واو، جودة من أحسن مستوى، إن كان على الواجهات، إن كان على البلاط، إن كان على التشطيب الفينيشينج. لما أجي أدخل أشوف مرحلة التأثيث أصدم، فألاقي مستوى مختلف تماماً، صحيح. في الألوان، في مساحة الأثاث، في ستايل الأثاث، تحسي كل غرفة حكاية وكل غرفة قصة وكل غرفة لون، وهذا يبين سوء تخطيط بين الزوج والزوجة. المفروض كما يستثمر في المبنى يستثمر أيضاً في الهندسة. هذا نعتبرها منك نصيحة أخيرة لجمهورك. أكيد لكل متذوق في الجمال، يعني اللي يدفع مبالغ فيها الأشياء، فأكيد ما رح يستخسر هندسة داخلية مرتبة أو استشارات. صحيح كلامك. نافر سليمان شكرا لك جزيل الشكر من جد، ومرة استمتعنا بحضورك، نتمنى لك التوفيق. حابة أوجه لكم شكر. تفضلي. أكيد، وشكر أكيد لزوجي اللي تحمل ظروف عملي الجديدة في التعامل مع العمالة، الشكر الأول والأخير له. أكيد عائلتي اللي تحملت غيابي وتقصيري في واجبات اجتماعية كثير، وشكر لأطفالي، لأنه أنك توازني كونك تكوني الانتيريور ديزاينر وتكوني تخدمين الدولة في مكان معين، أو يبغى لها جهد جبار صراحة. إن شاء الله أن يكون وصل شكرك لهم. أكيد أكيد. مشاهدينا فاصل قصير وباقي فقرات سيدتي مستمرة معكم، انتظرونا. في سيدتي بعد الفاصل، الدكتور نزار بهبري لسيدتي، بعيداً عن المبالغة أو التجاهل، هذه مؤشرات المرض الحقيقية حين يصيب الإنسان. ورجعنا لكم متابعينا من بعد الفاصل، وطبعا في هذه الفقرة رح نتكلم على موضوع جدا مهم، يختلف تعامل الناس مع الأمراض من شخص إلى آخر. يعني مثلا في ناس تقول لك أنا أحس أن أنا تعبانة، بس يرفض أنه هو يروح للطبيب أو يرفض أنه هو يروح للمستشفى، يقول لك خلاص المرض زي ما جاء لوحده يتعالج لوحده، حتى يرفض أنه هو يأخذ أدوية. في ناس العكس تماما، لا، لو كحت لو عطست لازم يطلب الإسعاف، لازم يروح المستشفى، لازم يحسس اللي حوله أنه هو خلاص في آخر لحظاته، أنه يحسس اللي حوله أنه هذه مشكلة مرة كبيرة. في هذه الفقرة رح نتكلم أكيد على تفاصيل كثير في هذا الموضوع. فعلا يا أسرار، وحنتكلم عن التباين في هذا الموضوع اللي يحتاج له الكثير من التوضيح. طبعا في أشخاص اللي هم على قولتها بيروحوا وبيكون في عندهم إفراط في راحتهم للدكتور، وفي أشخاص اللي مهملين هذا الموضوع. كيف نقدر نوازن بين هذا الموضوع في بدون مبالغة وبدون تساهل؟ هذا حنتكلم فيه في فقرة مهمة لازم تكملوها معنا مع استشاري الباطن والأمراض المعدية بمستشفى دكتور سليمان فقيه. دكتور نزار باهبري، ويا هلا، منورنا من جديد. أهلا وسهلا بكم. يا هلا. الموضوع صراحة يعني موضوع ممتاز. كان يعرف في بعض الأشخاص زي كده كلامك يا جارة. المهم خلاص الموضوع عني صار بزيادة. اليوم نبغى نعرف إيش الطرق اللي إحنا نتعامل فيها عادة لما واحد فينا يحس إنه هو تعبان. أي في، أنا أعتقد إنه هذا من أهم المواضيع اللي ممكن نناقشها إن شاء الله يكون جدا مفيد. أولا، في بعض الأشخاص عالميا النساء يروحوا للطبيب ويكونوا قلقين على صحتهم أكثر بكثير من الرجال. الرجال
من طبيعتهم في جميع أنحاء العالم يحاولوا أنهم يرفضوا التشخيص، يعني يقولوا لا لا ما فينا هذا الشيء، ما فينا هذا المرض. الناس حتى يقولوا لهم شكلك مريض، يقول لا لا ما في هذا المرض، وما يحبوا يروحوا يعني المتابعة. عفوا لمقاطعة كلامك، بس أنا أحس العكس، أحس السيدة ممكن تستحمل، أما الرجل لما يصير مريض يصير زي الأطفال. أيوة، هو لما يمرض حقيقة، لما يمرض حقيقة صحيح هم أكثر يعني بيطيحوا أكثر، لكن لا، إنهم يروحوا يكشفوا مثلا، يعني مثلا شخص عنده سكر، لو قارنت الأشخاص اللي في المملكة عندهم سكر وشفت مين ينتبه أكثر للسكر حقه ويروح المراجعات كل 3 شهور، حتلاقي النساء أكثر. الرجال يهملوا في نفسهم، يهملوا في أكلهم، يهملوا في أشياء كثيرة من الأمراض اللي تجيهم. وعلشان كذا إحنا ما نبغى لا زيادة عن اللزوم ولا أفراط ولا تفريط. أيوة. ففي بعض الأشياء لازم الواحد ينبه عليها. مثلا خلينا نبدأ بالجانب اللي هو السهل. مثلا على سبيل المثال، في بعض الأشياء معروفة إنها من فيروسات، أغلب اللي يصيب البني آدم الصحيح اللي ما عنده أمراض مزمنة هو الفيروسات. يعني أي شيء مثلا يبح الصوت، بيسكر لك أنفك، أنفك بيسيل، هذه غالبيتها فيروسات. رحت ولا ما رحت للدكتور، الحقيقة هي نفس الحكاية. لما تروح للدكتور، الدكتور غالبا يضطر يديك حاجة. يعني لما تقول له أنا عندي سخونة وخشمي، يقول لك إنفلونزا، تقوم تقول له أيوه أنا عارف، بس إيش لها دواء؟ طيب هو إلا حيجيك حاجة، يعني ما حق المشوار. أيوه، يعني على الأقل تعبك هذا والكشفية، يعني فهمت كيف؟ فيقوم يدي لك، يعني من ضمن الأشياء اللي يدوها الناس يدوا فيتامين سي، اللي أثبت عالميا إنه ما منه فائدة. لا، يعني ما منه فائدة تنفع، ما يزود المناعة، بس شكله حلو في الكاسة ويسوي يعني فوران جميل. دواء الكحة مثلا على سبيل المثال ممنوع لكل الأطفال اللي عمرهم أقل من 2 سنين، المفروض إنه ما حد يأخذه. دواء الكحة ما منه أي فائدة، فكل الناس يروح الدكتور يقول له أديني دواء كحة أنا بكح، يقول له طيب مع إيش منه فائدة كذا؟ كل الأدوية ما منها فائدة بناخدها، لأنها يعني فيروسات. إحنا طول عمرنا مضحوك علينا فيروسات، أنت حتاخذ الدواء بس حتعتمد على مناعتك، حقيقه ما منها فائده ابيات الكحه. بس هي هذه تقويه المناعه كيف؟ لا، علشان المريض يحس انه هو بياخذ حاجه فيشعر انه حيصير احسن، يعني اللي هو العلاج الوهمي. لا، مو العلاج الوهمي، لا، هو الله سبحانه وتعالى يقول انا عند حسن ظني عبدي بي ولعبدي ما سأل. فاذا المرضى على مستوى العالم يقول لك انا راح اصير احسن، يصير احسن. حتى لو كان عنده اصعب الامراض. والبني ادمين اللي ينهاروا اول ما يسمعوا اسم المرض خلاص تصير لهم كل المضاعفات. البني آدم حتى من خبرتنا اللي يقول لما تقول له والأعراض الجانبية لهذا المضاد، والله أظنه حيجيني، يجيله لدرجة أني أنا أخاف من أي مريض دائما يقول لي أظنها حتحصل لي. تيجي تدخل غرفة العمليات تقول له في احتمال أقل من 1% أنه يصير، والله أظن أنه حيصير لي. هذول الأشخاص لازم أنت كطبيب تخاف منهم، لأنهم أصلا يتنبؤوا بكل شيء سيء. عندهم سلبية، يعني عندهم سلبية للأسف الشديد. كمان في الأشخاص اللي هم مرة مقاومين، هذولا اللي قاوموا كل حاجة. أيوة. فإحنا نبغى نأكد على بعض الأشياء اللي حقيقة في المجتمع بعض الأعراض ما يبغالك إنك أنت تتركها كذا للكلام، يعني بس تتركها لنفسك تقول يمكن بكرة تصير الأمور أحسن. مو هذا اللي أنا أبغى أسألك عليه دكتور، يعني اليوم ليش عندنا أشخاص إنه مثلا ممكن تكون عنده شيء بسيط لو زار الدكتور ممكن هذا الشيء خلاص يروح، صح، لكن هو ما يروح المستشفى ولا يزور الطبيب ويفضل يكابر ألين ما فعلا يصير عنده مشكلة كبيرة، ساعتها يضطر إنه هو يروح للدكتور. صحيح. بعضهم ما يحب يروح للأطباء، يعني عادة يخافوا من المستشفيات، يكون في رهبة من المستشفى. لكن في بعضهم لا، هو يخاف انه حيروح يقوموا يقولوا له على مرض مو كويس. ايوه. فيحاول انه يهرب، وللاسف الشديد يدخلوا في مضاعفات مره شديده زي ما انت تفضلتي. مثلا على سبيل المثال، واحده من اكثر الاعراض شيوعا في المجتمع اللي يبغى له كل الناس يعني ينتبهوا لها، انه لما يجي لك زياده في التبول وزياده في العطش، معروفه هذا سكر. وبالذات اذا كان احد من اهلك عنده سكر، يعني لا تضحك على نفسك. فيقوم تلاقي الناس يبداوا يحللوا، لا انا اظني باقوم الحمام علشان شرب مويه كثير، ولما تقول له ليش تشرب مويه كثير يقول لك عشان بروح الحمام كثير، وتساله ليش كذا كله وبتنحف يقوم يكابر. احنا كل يعني حمله توعيه للسكر في المول نكتشف على الاقل 15 الى 20% ما يكونوا عارفين انه عندهم سكر. يا الله. لانهم الناس يهملوا وهم عارفين انه ممكن يكون عندهم. واحدة من أكبر الأزمات عندنا في البلد الجلطات، الجلطة حقت الدماغ.
وسببها الأول الفيكس، فكل الناس الفيكس. لا لا انت كده يعني نص الامهات اللي بيتابعونا زعلانين من اولهم ماما. هذا الفيكس واحد من اسباب المشاكل السعوديه يعني. طيب يا دكتور دائما يقولوا انه كويس ويشيل البرد، ودائما اقرر اسويه لماما وبابا وادهنهم أيوة فيه. يعني هو اي شيء حتسويه لو جبت طين حطيتيه حيسوي نفس المساله يعني. انت كيف ما في شيء. الناس اللي عندنا اللي لا سمح الله يجيله جلطه، يجيله ضعف في يده، ولا يجيله ضعف في رجله، إذا أنت لحقت في أول 4 ساعات أو 4 ساعات ونص إلى 5 ساعات رحت الطوارئ، يقدروا يدوا لك دواء مذيب للجلطة وما عاد يجي لك الضعف. طب كيف إحنا عندنا في البلد ولا لا؟ إيش؟ غالبية الناس اللي تجي لهم جلطات يقوموا في الصباح يقول لساني ثقيل، ولا يدي ماني قادر أرفعها، ولا رجلي فيها صعوبة، يقوموا يقولوا دحين يجيب الفيكس، يجيبوا الفيكس ويدهنوا، لين يصير الساعة 12 ساعة أو ثاني يوم اللي هو ما عاد يقدر يحرك يده مرة، يقوموا ياخذوه المستشفى جيده خلاص يعني ايش نسوي. فالفيكس واحد من اكبر مشاكل البلد، اللي عنده كحه مزمنه ويكون احيانا عندهم امراض ولا تليف في الرئه، البيوت السعوديه هو الحل الممتاز لاغلب الامراض. حتى في بعض الناس اوعدك انا شفتهم عندهم التهاب في الحلق وياخذوه يبلعوه علشان أيوة يودي أيوة الحراره حقت الحلق فيه، ويدهنوا للصباح حقت البقايل اللي هي الاندونيسيه كرافازو. أيوة أيوة هذه أيوة معروفه. أيوة حلول أيوة معروفه أيوة معروفه هو اي حاجه من هذه. فنبغى ناكد على رجاء اذا عندك ضعف في يد ولا في رجل، رجاء تروح المستشفى بسرعه، بالذات اذا كان عندك سكر ولا ضغط ولا معروف انه عندك جينات أو أحد من عيلتك أصيب بهذا. نفسها الأورام، إذا في أحد من عيلتك مصاب بأي لا سمح الله من ورم، أخوك أمك أبوك أختك، يصير لازم تنتبه إنه أنتوا عندكم جينات جاهزة لهذا الشيء. فيصير لازم الكشف يكون باستمرار على هذا الموضوع وما يصير إهمال فيه. بس دكتور نزار اليوم حنتكلم أكثر عن كيف أقدر ألخص لما من جد أنا اللي حاسته، او الاشارات او الاشياء اللي انا حسيتها اشياء حقيقيه وتستاهل ان اروح للدكتور. أيه. كيف اعرف؟ رقم واحد، في بعض الاشارات مره سخونه زايده عن اسبوعين غير طبيعيه. اوكي يعني اسبوع عادي نسيب الموضوع. ايوه اسبوع غالبيه الفيروسات تسوي اسبوع، تسوي 9 ايام، اسبوعين لا لازم دكتور. حتى لو انت حاسس نفسك كويس لازم احد يكون متخصص كمان في السخونه. رقم اثنين، نزول الوزن من غير داعي، يعني لا بتسوي رجيم ولا بتحب ولا نفسيتك تعبانة ولا أكل البيت تعبان يكونوا ماله طعم أكل البيت، لا نزول وزن من غير سبب، عرض لا يمكن إنك اللي هو نزول مثلا نزول مو كيلو. أيوة يعني أنت بتتكلم على في بعض الأشخاص على مدار 3 شهور تسألهم تقول نحفت، يقول لك إيه والله أنا لما ألبس لما غالبية الناس اللي نكتشف عندهم أمراض سيئة. أيوة لا هذول الأشخاص ما في أحد ما يأكل من غير سبب، يعني قل لي إنه نفسيتك تعبانة بس إنه الناس يجيبوا لك الأكل تقول قل لي إنه الأكل تعبان، لكن إنه الأكل قدامك أو اللي كمان جدا يبغالك تروح لها دكتور إنك تكون تأكل وبتنحف، هذا أبدا ما هو طبيعي. سو إحنا نبغى نركز على نزول الوزن اللي ما له سبب، ما هو انت بكيفك بتنزل، لابد من مراجعه الطبيب، هذا ما فيها اي اهمال. بالذات لو كان شيء اكثر من 7-8 كيلو هذا غير طبيعي. ما حد ينزل صح بالشكل هذا. انك اذا لا سمح الله كان عندك صعوبه مثلا لقيت يسموها العضلات الاساسيه الكتوف الرجلين، يقول لك والله انا كنت اطلع الدرج مو انه ركبي توجعني وما صرت اقدر اطلع الدرج، لا ما في عزم، الفخذين ما يشيلوك، او لما يجي يمشط او بيشيل ولد او بيشيل كيس يلاقي كتوفه صارت لمده مو يوم او يومين، لا مو الم، لا بس صار عنده ضعف. أيوة يعني الشيء اللي كان هو يقدر يسويه صار ما يقدر يسويه. هذا نقول لا يا اخوان، اي احد عنده هذا العرض لازم يروح لطبيب باطن، لازم يبحث ليش انا بيصير فيا كذا، انا كنت اطلع الدرجه بسهوله، انا الان ماني قادر، لي شهرين كل مالي ما عاد اقدر اطلع الدرجه. مو لازم يكون عنده الم بس يكون عنده ضعف، بالاضافه الى انه البني ادمين اللي يتغير عليهم القولون ويصير مثلا لونه اسود او قريب من السواد ما يمديك انك تهمل. كيف تعرف؟ في بعض الناس ما يطالعوا، رجاء طالع
دقيقة القولون انت لا يعني الله يكرمك البراز في بعض الناس يصير لونه أسود وهو يشوفه أسود يقوم برضو يهمل يقول لا لا إن شاء الله بكرة يصير أحسن. لا لما يصير هذه الأشياء لازم إنك تطالع لما يكون في دم في القولون. هذه الأشياء هذه علامات ما يمديك إنك أنت تهملها أبدا. ما أنا حتى أحيانا أقول للأهلي سدة النفس إنك أنت ما عندك حاجة بس ما أنت قادر تأكل أسبوع أسبوعين ثلاثة ما أنت قادر تأكل. لكن أكبر شيء اللي ما أبغى الناس إنه يقلقوا فيه إنه الناس يطالعوا في أهاليهم في أمهم وأبوهم يكون أمك أبوك فوق 70 فوق 60 هذول الناس ما عاد صاروا يستهلكوا الغذاء يقول بس نديله بس ما يأكل. طيب هو أصلا النشاط حقه جدا ضعيف نفس كمية الأكل تهبط ونفس القولون يهبط فما يبغى لهم الناس يدفعوا كبار السن إنهم يأكلوا بالغصيبة كان يفضل يقول لك دائما ما يأكل. كمان دكتور يعني في كمان أشياء بتبين لنا إنه الشخص هذا مريض أو يقال إنه هذه الأشياء تبين إنه الشخص مريض لو طلعنا مثلا في عين أحد يقول له لا أنت باين من عينك أو باين من وجهك إنه أنت وجهك دبلان يعني أنت مريض يعني أنت مسخن لما نروح أو لما نشوف في الأفلام افتح فمك والخشبة هذه اللي بتوصل لنص الخشبة هذه معناته أنت عندك اللوز المخرجات مخرجاتك مثلا لونها متغير لا معناته ان انت مريض هذه الاشياء كلها انا بحط نفسي مكان المشاهد فانا هذه الاشياء كلها كلنا نعرفها في بيوتنا انه نشخص من خلالها. طيب خلينا نقول اولا لما الناس يعني الشخص المريض حقيقة يبان عليه انه مريض لاهله يعني لما الناس يفضلوا يقولوا لك والله شكلك مريض شكلك مريض بالذات هذول الاشخاص اللي بينحفوا لما ينحفوا يبدا غالبيه الناس اللي تجي لهم امراض مزمنه سواء هو ورم سواء هو مرض مزمن يبغى له علاج يبغى له اكتشاف دائما يصير عندهم انيميا فما تصير عيونهم فيها نفس النشاط يصير وجهه شاحب. ايوه صحيح الناس انتبهوا لهذا الوجه. اي حكايه العصايا هذه حقت هذه الدكاتره يعني انك تقولي والله يفتحوا يقولوا عندك لوز هو كل الناس عندها لوز يفتحوا هم عشان يشوفوا انه في صديد سيبيك من هذا يعني لما نحط العصاية يقول لك والله عندك احتقان ايش بتشوف والله يعني مادي. خلصت نص عصايات المستشفيات علي هي الناس اصلا لانهم يفرحوا يعني انك تفتح كذا تقول هذه فرحه بهجه يعني دكتور نزار باهبري طبعا دائما سعيدين باستضافتك فعلا وفي اشياء كثيره يعني نتمنى انه كل احد سمعنا اليوم استفاد منها والحالات اللي من جد يستاهل الواحد يخاف منها والحالات اللي ما يستاهل ان الواحد يخاف منها شكرا لك من جديد شكرا لك متابعينا طبعا بعد هذه الفقرة خلونا نطلع لفاصل قصير ومستمرين من بعدها فقراتنا لهذا اليوم فخليكم معنا في سيدتي بعد الفاصل في فقرة سيدتي الفنية الفنان بدر الفهد يشاركنا أحاسيسه أهلا بكم من جديد مثل ما عودناكم في الخميس الونيس اليوم راح يكون معنا الفنان بدر الفهد حياك معنا استاذ بدر بيك يا اهلا وسهلا مسي عليك وعلى مشاهدين روتانا خليجيه الكرام وهالبرنامج الجميل المتابعين والله يطول لي عمرك نورك ونور المشاهدين الكرام بدايه لو ممكن تحكي لنا عن بداياتك وكيف اكتشفت الموهبه عندك والله البدايه يعني زي اي بدايه هي تولد مع البني ادم بالذات في الاشياء اللي فيها موهبة مثل الفن بشكل عام سواء كان غنى سواء كان رسم شعر الحاجات اللي تلمس العواطف هذه دائما تولد مع البني آدم لكن ممكن تكتشف في وقت مبكر ويبدأ العمل عليها أو ممكن تكتشفها في وقت متأخر وبرضه المفروض أنك ما تهملها وتحاول أنك تشتغل عليها قدر المستطاع طب مين اللي كان يشجعك؟ والله هو ما بدأ التشجيع معي إلا بعد ما يعني تعديت مرحلة الطفولة لأنه يعني خلينا نكون صريحين شوي إحنا في مجتمع شوية كان يعني يرفض الفن فبعد ما الواحد قدر يعني ينتبه لنفسه إنه 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 عنده الحاجة هذه حاب الموضوع هذا بدأ التشجيع من بعض الأصدقاء المقربين القلال جدا وكان على استحياء نوعا ما كم كان عمرك وقتها؟ يعني خليني أقول يمكن في الـ14-15 تقريبا في الـ14-15 يعني هي فترة لما قدرت أتشجع وأقتني العود يعني أحاول أني أكسر الجمود اللي موجود كان يعني كان تقريبا فترة المراهقة ولما تكون متجمع أنت في العيال وكذا فبدأ تلعبوا بلوت تصير أنت تدق على العود واكتشفوا أن صوتك جميل ويجيك شوية أزعجتنا ترى أنت وش قاعد تسوي
يجيك شوية إحباط وترجع شوي البيت، أنا ليش كذا؟ لا لازم أرجع، أنا أتمرن، لازم أخلي اللي قالوا لي لا مو حلو يقولوا لا حلو. طب أنت قلت لي قبل ما نبدأ الفقرة أنه عندك جديد، فلا تسمعنا شيء منه. حاضر، في عمل جديد إن شاء الله من كلمات الشاعر الكبير فهد السطامي، أمسي عليه بالخير، ومن ألحاني، وإن شاء الله أنه حيرى النور قريب. العمل كلاسيك. سنة مرت على هالحال ولا مرت تشوف الحال، سنة مرت على هالحال ولا مرت تشوف الحال، كأنه ما سكنت فيني ولا كانت عناويني، كأنه ما سكنت فيني ولا كانت عناويني، تعبت الدمع يا عيني، تعبت الهم والترحال، تعبت الدمع يا عيني، تعبت الهم والترحال على هالحال، على هالحال. سنة مرات ولا مرات. الله، صح صوتك بصراحة، أحس إن أنت قلت مكان ثاني. تسلمين، الله يسعدك. طب بالنسبة لكلمات الأغاني، لو تحكي لي عن مراحل كتابتك للأغنية. أنا ما أكتب أغنية، أنا أختار أغنية. أوكي، كيف تختارها؟ يعني هو على حسب النصوص اللي توصل من الشعراء، والحمد لله أنا ربي يعني رازقني بمجموعة شعراء حواليني ومن أجمل الشعراء، فيعني حتى يحيروني في الاختيار. لما تحتار كيف تعرف ان هذه الاغنيه تناسبك؟ والله ممكن اقول لك اني اخذ رايي، ما اقدر انا اتخذ قراري، لان لما يرسل لي شاعر، في عندي شاعر جميل جدا اسمه محمد عبد المحسن، امسي عليه بالخير، لما يرسل لي مثلا محمد مجموعه نصوص، اربعه خمسه نصوص، كل نص اجمل من الثاني، لانه هي يعني فيها ذائقه الموضوع، بحكم اني انا يعني حتى البيئه اللي حواليني من كنت صغير بيئة كلمة، فيعني أصحاب شعر، أصحاب فن، اللي من بعد نقول مثلا المراهقة. يعني عندك وراثة؟ هو أنا عندي في العائلة، أنا عندي شعراء في العائلة، بس أنه الفن هم موجودين في العائلة، في العائلة لكن متوارين عن الأنظار، خليني أقول لك. فأنا اللي حاولت أني أكسر الجمود هذا اللي قلت لك في البداية، بس اللي هو مثلا مرحلة من بعد ال 15 سنة 16 سنة، بحكم اني اروح اشوف الفنانين اللي موجودين وادعى، الحفلات موجوده هنا خاصه، فكنت اسمع الاشياء اللي كانوا يقدمونها قبل ما تبدا لغه السوق، انه اغاني سوق وكذا، فكان اغلب الناس يغنون اغانيهم هم، فشوي يصير عندك يعني شويه ذائقه، تعرف انه والله الاغنيه هذه مثلا ايوه هذه شخصيه الفنان الفلاني، والاغنيه هذه شخصيه الفنان الفلاني، الكلام اللحن روح الملحن الفلاني، فتبدا تنتبه للتفاصيل الدقيقه هذه فتنمى عندك. ما تختار شيء يكون قريب من الحاله اللي الا فيها. اكيد، لانه اصلا اللي اختاره يمثلني. اي اللي اختاره يمثل شخصيتي، هذا اللي انا اقصده بالضبط. طيب بدر، لو تسمح لي بس نطلع فاصل قصير وبنكمل معكم. مشاهدينا، ورجعنا لكم عشان نستكمل حديثنا مع الفنان بدر الفهد. سهلا. أستاذ بدر، أبغى أسألك عن أغنية المتصوع، وش رأيك فيها؟ صاير الحين هبة، نشوف مرة يعني 5 مليون تقريبا المشاهدة. ما شاء الله. أيوه أيوه، أنا سمعت الأغنية، أغنية جدا جدا جميلة، وبالمناسبة هذه الموروث الإماراتي
بحكم أننا نتكلم الآن عن الإمارات مش عن باقي دول الخليج. الموروث الإماراتي جدا جدا جميل، والفنان أيضا المنهالي من أجمل الفنانين اللي يقدر يظهر لنا الموروث هذا ونقدر نتقبله. أنا ميال عموما للموروث الإماراتي. طيب إيش رأيك في الفن في هذه الفترة؟ والله الفن أنا من وجهة نظري أنه ما زال جميل وما زال في زيادة جمال. يعني الآن أنا ضد الكلام السائد أنه الفن الآن يعني أصبحت الكلمة هابطة وأصبح الفن هابط. أنا ضد الكلام هذا تماما. أنا أشوف أنه الفن الآن في رقي، الناس في تفتح، السوشيال ميديا أعطتنا مساحة من الحرية كبيرة جدا، يقدر الشخص يختار، يقدر الشخص يعمل أي حاجة هو يبغاها، يعني في الصالح والطالح حسب اختيارك. بالضبط. وفي الأخير ما حيبرز، مش ما حيبرز، لا ممكن يبرز الطالح، لكن انه ما حينجح وما حيدوم يقعد فترة الا الصالح. ايوه، فقاعة صابون وتنتهي. صحيح. أيوة. طب لو ممكن تسمح لي كاميرا سيدتي، حضرت لنا تقرير عن قصة متصوع وانتشارها ونرجع بعد الحوار. الفنان عايضة المنهالي بأغنية متصوع فاقت كل توقعات، وباتت رقصة التصوع عدوى تنتقل بين الشابات لتنتشر في مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي. ولو شافك مطوع اختل وزنه وفي درب الهوى. رقصة التصوع لم تقف عند هذا الحد، بل أثارت جدلا بين الشعب الإماراتي، ما دفع الشعب الخليجي إلى المشاركة في الرقصة. فما سبب هذا التصوع بين الشابات؟ الله يعني على العلامة. أمي تعالي شوفي الناس تخبلها تسمع عرض بالشوارع وتترقص. سمعي الله يعني على العلامة. وللحديث أكثر عن أغنية المتصوع خليني أرحب معكم ضيفتي المستشارة الأسرية مها القطان. حياكي معنا. أهلا وسهلا فيكي. حياك نورتنا. أهلا خير على الجميع. أستاذة مها، برأيك ليش ينجرف أكثر شبابنا وراء كل ما هو جديد بالذات الحين في الدول الخليجية؟ والله لا تنسي أي حاجة تطلع جديدة تأخذ شكل الظاهرة أو أنه الموضة، وأنت عارفة غالباً أن الشباب دائماً يكون في بينهم زي نوع من التواصل أو في التقليد والمحاكاة والنمذجة ويتأثرون في بعضهم البعض. فشيء طبيعي أنها لو كانت بعدين لا تنسي المجتمع الخليجي كله جنب بعض، يعني ما في وكله عمك خالك، فعلشان كذا تلاقي الأشياء تنتشر بسهولة وبسرعة. وكذلك بالنسبة طبعا لظاهرة التصوع اللي هي طلعت الحين مؤخرا بالنسبة للرقصة هذه، وأكيد أنها حتكون أخذت يعني تنتشر أو تنتقل من إلى. يعني تعتقد أن السوشيال ميديا هي اللي ساعدت على انتشارها؟ وإيش الصورة اللي حتعطيها عننا في الدول الأخرى؟ أكيد لا شك أنه السوشيال ميديا لها دور كبير في أنها سهلت وسرعت. طبعا الصورة طبعا صراحة مو لطيفة، يعني كلنا شايفين المناظر والأشكال، يعني ما قدمت بطريقة لبقة ولا بطريقة جميلة. يعني الرقص من الفنون التشكيلية الجميلة الحلوة اللي تعبر عن أشياء كثير، يعني صحيح مخرجات يعني للإنسان، لكن الطريقة اللي صراحة تم عرض الفيديوهات أو المقاطع اللي نشروها صراحة فيها شوية سخرية على السوقية شوية صراحة. أستاذة مها القطان شكرا لك.
أهلي يا حبيبي. شكرا. أستاذ بدر خليني أرجع لك، إيش تعليقك على الكلام وعلى الفيديو اللي شفناه الحين؟ والله ما بعد كلام الأستاذة ما كلام، لكن أنه يعني حلو الواحد بين فترة وفترة تطلع لنا هبة شوي نغير الجو، بس أنه أحيانا يعني بناخذها بشكل شوي إيجابي يزودوها يخربوا. صح، لا صحيح صحيح، بس أنه يعني احنا نحاول ان شاء الله ناخذها من باب حسن الظن، انه الناس حابه تنبسط شوي لا اكثر ولا اقل. معني والله لسه الان انا اول مره اشوفها، انا ما شفتها قبل كذا. طب اكيد لو ممكن تسمعنا شيء كمان من جديدك، انه قبل الفاصل حمستنا. حاضر حاضر، في اغنيه ان شاء الله حتنزل برضو قريب من كلمات الشاعر الجميل محمد عبد المحسن، ومن الحاني ان شاء الله اتمنى انها تنال على اعجابكم ان شاء الله. عشان الحب والعشرة وقلبي اللي لقلبك الصان، عشان الشوق والأحزان كلك يا ضياء عيني، عشان الحب والعشرة وقلبي اللي لقلبك الصان، عشان الشوق والأحزان كلك يا ضياء عيني. تعبت اسأل عجز ترحل، تعبت احاول النسيان، انا جمريك العمري وقف بيني وبيني، انا احبك واحب قلبك واحب بداخلك انسان، ترفق بي وبعمري والباقي من سنيني، عشان الحب والعشرة وقلب الليل قلبك الصان، عشان الشوق والأحزان وكلك يا ضياء عيني، كلك يا ضياء عيني. صح صوتك صراحة، يعني تخلي الواحد يروح معاك لأماكن. الله يطول لي عمرك يا حبيبي، جدا أتمنى لك المزيد من التوفيق. الله يطول لي عمرك، وشاكر لكم والله على الاستضافة الجميلة أستاذتي. إن شاء الله مستنيين جديدك قريب بإذن الله. إن شاء الله. مشاهدينا، أما الآن فكاميرا سيدتي سوت لنا تقرير عن، خلوني أشوف لكم، على تعرف على أشهر رقصات اشتهرت فيها حول العالم. ليست الأولى من نوعها في إحداث ضجة بين الشابات، فخلال السنوات الماضية شهدنا هبات في رقصات مختلفة كرقصة البطريق والرقصة الأشهر على الإطلاق في أوساط الشباب على أنغام بربس. الله يعني على العالم. الفاصل. تعلم التنفس بطريقة سليمة لتحصل على الفائدة القصوى من الحركة اليومية وممارسة الرياضة. ورجعنا لكم من جديد، ورجعنا لكم في موضوع مفيد كثير، وهذا الموضوع اللي حنتناقش فيه للآن إنه طريقة تنفس المرء. طبعاً الكثير من السيدات اللي بيقرروا انه يبداوا رياضه ويقرروا يبداوا حياه صحيه ويبداوا يقرروا نشاطات كثيره، بس ما هم عارفين
انه طريقة التنفس الصحيحة هي كمان من العناصر المهمة عشان الوحدة تقدر توصل للفائدة المنشودة من العمل اللي بتسويه. بالضبط إيمان، وعشان كذا اليوم في هذه الفقرة رح نحاول ان احنا نتعرف على تفاصيل كثير في هذا الموضوع، واكيد رح تساعدنا طبعا مدربة التأمل والتنفس استاذة حنان الزهراني. يا اهلا وسهلا فيك برنامج سيدتي. اهلا حياكم الله، اهلا وسهلا فيك. استاذة حنان، في البداية خليني اسالك، هل احنا بنتنفس بالطريقة الصحيحة؟ احنا اذا في الحياة العادية في اليوم بالمجمل ما بنتنفس بالطريقة الصحيحة، فما بالك اثناء الرياضة. يعني اثناء الرياضة هذا نظام ثاني اكسترا. طبعا عشان بعد كذا نقدر نتنفس بالطريقة الصحيحة لازم انه احنا نعرف ايش قيمة التنفس اصلا بطريقة صحيحة، يعني في ايش ممكن يفيدنا التنفس. طبعا هو دخول الاكسجين بالشكل الكافي للجسم، بيساعد الجسم ان يقوم بكل العمليات والوظائف الحيوية الطبيعية. فلو نقص دخول الاكسجين بشكل او باخر، الانسان لابد ان صحته تتاثر طبعا تباعا مع الوقت، مو في نفس اللحظه. فاحنا يعني حتى بنشوفها مع في اطفال لحظه الولاده، لو طبعا اول ما يطلع من بطن الام لو ظل 5 دقائق ما دخل الاكسجين للدماغ بيعمل برين دامج للدماغ، لانه ما دخل الاكسجين ولا غذى الدماغ فورا. الراشنج حق الاكسجين لازم يدخل في نفس الوقت اللي الطفل يطلع من بطن امه. لهذه الدرجه التنفس مفيد ومهم، وخصوصا للدماغ. طيب اليوم استاذه حنان نبغى نعرف ايش الفائده، اللي هو اكيد شيء جدا مهم، بس في الرياضه كيف نقدر نستفيد من هذا الموضوع؟ ايش علاقه الرياضه بالتنفس الصحيح؟ عموما اللي اغلب الناس انا بشوف بلاحظ، انا طبعا من 15 او اكثر بمارس الرياضه 15 سنه، فبلاحظ اغلب اللي في الكلاسز انهم ما بياخذوا النفس بشكل يعني كافي للجسم، فبتتعب وبتوقف. يعني خاصه لما يكون في كلاسات رياضه، لما تتعب وتوقف معناته الاكسجين الان خف. لكن لما الإنسان يحس بالتعب بدل ما يوقف يرجع يعمل يلتقط الرذم اللي هو إيقاع التنفس، يأخذ نفس بشكل منتظم، يحاول ينظم ضربات القلب بالتنفس، يرجع القلب يهدى شوية، ما له دعوة بالجسم، الجسم شغال، فيهدى القلب شوية وتهدى لأنه دخل الأكسجين للعضلات فرجعت عملت تمدد، دخل الدم والأكسجين غذى العضلات فرجعت عملت تمدد، فيرجع الإنسان يشعر بالنشاط مرة ثانية، يرجع يتابع النشاط الرياضي بدون ما يعني بدون ما يوقف، يصير continuous. لكن لو الإنسان حس أو الشخص في وقت الرياضة حس أنه خلاص ما يقدر يتابع، لابد أن يوقف، يحط اليدين على الركبة، وفي وضع الركوع يأخذ نفس عميق ويطلع النفس، يا بيوسع الرئه، لانه احيانا الرئه مع التنفس السريع الايقاع السريع تقوم الرئه عامله شرنك تقفل. فهذه الطريقه تساعد فعلا، انا بسويها للناس اللي يقول لك ما اقدر اخذ نفس، اقول له خذي نفس، سوي كذا، النفس ما ينزل بشكل متواصل على الرئه. فلو وقف الشخص مثلا مو قادر خلاص يعمل النشاط الرياضي، تعب، ممكن يحط اليدين على الركبه في وضع الركوع وياخذ نفس عميق، يكتم النفس ويرجع يطلعه مرتين ثلاثه، يحس انه رجع له يعني النشاط. كيف اعرف انه انا بتنفس بطريقه صحيحه؟ كيف اتنفس بطريقه صحيحه؟ انك ما تتعبي وقت الرياضه، ما تحسي بالتعب. هذا هو التكنيك اللي نحتاج نعرفه. ايوه، هو هذا واحد من التكنيكات، انك انت مثلا فقدتي النشاط في وقت في نص الكلاس او في نص الحركه اللي بتعمليها، لابد تاخذي نفس بايقاع معين برذم معين. يعني انهيل في ثلاثه وتطلعيه في اربعه. قصدك هي الترتيب، السر في ترتيب النفس؟ ترتيب، تاخذي النفس انهيل وتطلعيه اكسهيل. يعني بس طبعا وقت الرياضه واعد واحد أيوة. اثنين ثلاثة. بعدين تطلعيه بعمق، اول شيء لازم تاخذيه بعمق الاول. أيوة. عشان تطلعيه بعمق، لانك لو اخذتيه من السيرفس من السطح ما حيأثر، لازم من البطن، لازم من الرئه والبطن. أيوة. عشان يرجع يطلع برضه من الرئه، من البطن والرئه. بعدين اطلعه في قد ايش؟ في ثلاثه وبعدين في اربعه. حلو. لانه لازم المشكله مو في دخول الاكسجين، المشكله في خروجه، خروج ثاني اكسيد الكربون. دائما غالبا مع الرياضه الواحد بينسى يطلع ثاني اكسيد الكربون كله، فبيسبب مشكله. لكن لما تتنفسي بشكل سليم في داخل الرياضه وانت بتعملي رياضه، انت بتساعدي جسمك يستفيد الحد الاقصى
من النشاط الرياضي اللي بتسويه. Whatever it is. السؤال الأهم يعني هل لو أنا تنفست بهذه الطريقة هل ممكن مثلا أستفيد بشكل أكثر من الرياضة؟ طبعا. ولا ما له علاقة؟ طبعا طبعا، لأنه الأكسجين الداخل بيوسع الأوعية الدموية، طبعا هذا بشكل علمي بتكلم عنه، بيوسع الأوعية الدموية وبيسبب الدم أنه بيوصل للعضلات، فبيؤدي أنه العضلة بتتمدد، فبتديك سرعة وقوة أثناء التمرين، فبتعمل التمرين بفعالية أكثر من لو عملتيه بالتنفس السيرفس هذا السطحي. بتلاحظي في السباحين انهم لازم يطلعوا ياخذوا نفس ويرجعوا، حتى هو بيتعلم على كذا، عشان كذا السباحين ما شاء الله عندهم منطقة الصدر كبيرة مو بس من الحركة. هذا اللي ابغى اعرف السباحة. أيوة. يعني في رياضتين. أيوة. في رياضات شاقة اللي هي تسلق الجبال و... أيوة. واللي هي رفع الاثقال، هذه ما هي رياضات عادية زي لما تجي تسوي ايروبيك او تسوي يعني كذا. أيوة. تتحكم يمكن في النفس بطريقة. الايروبيك يسموها الكارديو او حرق. أيوة. طريقة فعلاً. الحرق فقد ما يدخل نفس ويطلع نفس بيحصل حرق اكثر، بيكون. أيوة. الحرق اكثر. هذه الرياضات برضو يعني السباحة يعني نادرا. السباحة لازم لها ميكانيزم معين في التنفس، لو فقد السباح الرذم هذا او الايقاع حقه في التنفس يفقد طريقه في الماء، ممكن يعني سوري عفوا يعني ممكن ما يقدر يكمل المسافة. لازم التنفس السباح يكون برذم بإيقاع معين. طب احنا عشان يكون الموضوع على مفهوم أكثر وعملي بشكل يعني أفضل، احنا معنا فيديو على الشاشة، فبس لو تطلع على الفيديو ونعلق عليه. هذا اسمه The Brain Yoga، The Super Brain Yoga. هذا ممتاز جدا وخصوصا للطلاب اللي بيذاكروا الايام دي، ما له دعوه بس في الرياضه. طبعا هذا التنفس بيعملوه الناس قبل ما يبدا التمرين، هذا اسمه سوبر برين يوغا، اللي هو يمسك بيده اليمين شحمه الاذن اليسار وباليد اليسار شحمه الاذن اليمين. وبعدين في اثناء الجلوس بينفخ النفس، بيطلع النفس اول شيء، وبعدين اثناء الصعود بياخذ نفس، اوكي، كانه بيعمل بامب، عارفين البامب. أيوة حق. أيوة المويه. أيوة. زي كذا كانه بيضخ الماء او بيضخ الاكسجين من الجسم وبيطلعه. هذا بيصعد الباور او الانرجي من اسفل الجسم الى اعلى الجسم، فبتصعد الطاقه او بتصعد الدم بيصعد للدماغ، فيعمل في الصي الدماغ الايمن والايسر بتشتغل بنفس الفعاليه، ويصبح الانسان عنده نشاط فكري وجسدي في نفس الوقت. جميل. بسبب. جميل. هذا التنفس. طيب. بس يعملوه يعني قبل الرياضة يكون أفضل، أو يكون بعد هذا التنفس في نشاط، يعني على الأقل ماشي ركض شوية كذا في المكان خمس دقائق. يعملوا 20 مرة. 20 مرة. 20 مرة. اللي هم وبعده يطلعوا. أيوة يطلع وينزل بس بهذه الطريقة. أوكي. بهذا الميكانيزم. حلو. لكن حنان إيش أفضل طريقة للتنفس أثناء المشي؟ أثناء المشي الواحد لازم يعمل شهيق زفير مع كل خطوة يخطيها، شهيق زفير. سرع المشية يسرع التنفس. ولكن يفضل والأحسن وأكثر فعالية للجسم حتى لو التنفس بطيء أن يكون بعمق أكثر، يعني قد ما يقدر. ويا حبذا في الرياضة ما يسكر الإنسان فمه، يعني يأخذ النفس من الأنف ويطلعه من الفم، لأنه أفضل في أنه خروج ثاني أكسيد الكربون من الجسم يتخلص منه بسهولة عن طريق الفم. بس هذا حنان الزهراني، شكرا على تواجدك معنا واستفدنا كثير من هذه الفقرة. العفو. وفعلا كانت من المعلومات الأكثر من الرائعة لليوم امتلكناها. شكرا. شكرا حبيبتي. أهلا وسهلا فيك. متابعينا وهنا وصلنا لختام فقراتنا لهذا اليوم، على أمل أن نشوفكم بكرة في نفس الموعد من 5 إلى 7، ومع السلامة. I'm gonna go to the bathroom.